الله ياخذ فيكم الحق. قال لك سيف دار الحبس هو هذا. الو طبق القوانين اللازمه، المسطره القانونيه تطبق دابا ونسمع الحكم دابا ورد عليا في التليفون دابا. هاو وحق الله العلي العظيم هذا هو اللي كيدينا الحبس، هو هذا وهو هذا هو اللي كيدينا الحبس، هذا هو اللي كي فهمتي ولا لا؟ هذا هو اللي كي فهمتي؟ هذا هو اللي كيهبط لينا الشكايات ديالنا للحافظ المغاربة، هذا وهذا وهذا انا كنقول لهم في وجههم هذا. وما عندناش دولة، عندنا دولة ديال الإرهاب، دولة ديال تلفيق التهام، دولة ديال الظلم والحقرة، دولة ديال الذل والعار والدوال. شوهونا مع الدول، شوهونا مع الدول الأوروبية، شوهونا معاهم، شوهوا بالمغرب، بهدلوا به قوة الفساد بهذا، كيدخلونا للحبس بهذا، الرشوة بهذا، الظلم بهذا،